هذه القوافل تحوي مساعدات استهلاكية بالإضافة إلى المساعدات الطبية التي ينقلها اللجان الجوارية، وأيضا توزيع الكمامات على العائلات. يعني هذا ما يميز القافلة اليوم اللي انطلقت من تبسة، باش الأطباء نتاعنا والأطباء النفسانيين يدخلوا للعائلات في المناطق الطبية، يفحصوهم ويوزعوا عليهم الكمامات ويشرحوا لهم وجوب يعني أنه نرتديوا الكمامات من أجل الوقاية من في هذه الظروف الصحية.